قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارة إلى سلاح البحرية الملكي البحريني، حيث شهد معاليه إحدى مراحل التمرين المشترك حمد ثلاثة الذي تنفذه قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة. فلدى وصول صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى سلاح البحرية الملكي البحريني، كان في استقبال معاليه الفريق الركن ثياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان واللواء بحري أركان حرب ياسر عزة العاصي قائد التشكيل البحري بالقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والعميد الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وضباط الوفد المصري المشارك في التمرين. وبعد عزف سلام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، قام معاليه بتفقد السفن والقوات المشاركة في التمرين، حيث استمع معاليه إلى إيجاز عن أهداف ومراحل التمرين المختلفة. وأشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالمستويات الطيبة التي طبقت خلال مجريات التمرين المشترك حمد ثلاثة، الأمر الذي سيحقق أقصى درجات الاستفادة بفتح آفاق مختلفة للنهل من تجارب الأشقاء في أساليب الحرب وفنون القتال، لإثراء الخبرات وصقلها وتطويرها، لاستيعاب كل ما هو جديد وحديث في هذا المجال، لبناء قوة ذات كفاءة عالية قادرة على أداء واجباتها المناطة بها بكل جدارة واقتدار. وأشار معاليه إلى أهمية هذا التمرين المشترك ودوره الفاعل في رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية التكتيكية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات الميدانية بين القوات المشاركة في التمرين، وذلك في كافة مجالات العمليات القتالية ورفع درجة الاستعداد القتالي لمواجهة التهديدات المختلفة في ميادين القتال. وأعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن اعتزازه لما لمسه من روح التعاون والعمل المشترك بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة المصرية المشاركة في التمرين، والذي ظهر جليا خلال تنفيذ مختلف مراحل التمرين بشقيه البحري والجوي، منوها معاليه بأهمية إجراء مثل هذه التمارين المشتركة التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق العسكري المشترك واكتساب المزيد من الخبرة الميدانية لمواجهة مختلف التحديات. وأوضح صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن مستوى وحجم القوات المشاركة في التمرين سيكون لها دور محوري كبير في صقل وتطوير متطلبات العمل العسكري المشترك، فضلا عن أهميتها في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية، إضافة إلى تعزيز سبل تبادل الخبرات والمهارات العسكرية مع القوات الشقيقة. وأكد صاحب المعالي القائد العام أن قوة دفاع البحرين تحرص دائما على رفع المستوى القيادي والقتالي لكافة منتسبيها وتدريبهم التدريب الأمثل القائم على أحدث الأسس والأساليب العسكرية المتقدمة، مضيفا معاليه أن قوة دفاع البحرين تولي التمارين العسكرية المشتركة مع الأشقاء أهمية خاصة. هذا وأظهرت الأسلحة التابعة لقوة دفاع البحرين والقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة المشاركة في التمرين المشترك حمد ثلاثة، أظهرت مهارة عالية في تنفيذ مهامها القيادية والقتالية التي عكست الدقة والكفاءة العاليتين في تنسيق العمليات البحرية والجوية المشتركة، كما عززت التدريب النوعي للتعامل مع كافة التهديدات، حيث واصلت عدد من سفن سلاح البحرية الملكي البحريني بمشاركة سفن من سلاح البحرية بالقوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة لسلاح الجو الملكي البحريني والطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو المصري، بتنفيذ إحدى مراحل التمرين من خلال التطبيقات العملية التي جرت في المياه والأجواء الإقليمية لمملكة البحرين. وأثبت المشاركون خلال تنفيذ مجريات التمرين المشترك حمد ثلاثة بشقيه الجوي والبحري كفاءة عالية في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم بكل جدارة وإتقان،
ووفقا للخطة المعدة للتمرين وتحقيقا للأهداف المرسومة لرفع كفاءة المشاركين والارتقاء بمستويات الجاهزية لديهم وتنمية قدراتهم القيادية والقتالية. ويأتي التمرين المشترك حمد 3 ضمن سلسلة تمرين حمد، والذي يعد من أهم التمارين المشتركة التي تنفذها قوة دفاع البحرين مع القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية بهدف تعزيز وترسيخ العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين في إطار التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة وجيوش الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة.